السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله هو متمم أو تكملة للمحاضرة السابقة عن الدراج ميتابوليزم. إحنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الدراج ميتابوليزم، إيش هو الدراج ميتابوليزم، الـ aims of the drug metabolism، الكيفية الميكانيكية إنه بصير من خلال إنزيمات. حكينا إنه هدول الإنزيمات ممكن نقسمهم إلى phase 1 و phase 2، وشرحنا بعض الفروقات بين phase 1 و phase 2 من حيث الإضافة على الدرج. ب phase 1 بيكون الإضافة ك size، بتكون إضافة functional group، فالسايز تبعها بتكون صغير، لكن ب phase 2 بتكون الإضافة كومباوند، نضيف على الدواء كومباوند. هذا الكومباوند هو بولر، فالدواء بزيد البولاريتي وبزيد السايز تبعته من بعد فيس 2 ميتابوليزم. يعني وحكينا انه هذا ممكن يأثر على الروت اوف سكريشن اوف ذا دراجز، لانه السايز بتكبر بعد فيس 2 دراج ميتابوليزم، فاحتمال انه الدواء ما بيقدر يصير له جلوميلر فلتريشن في النفرون تبعت الكيدني، فلهذا السبب ممكن انه يصير له سكريشن يطلع برا الجسم من خلال البيلياري سكريشن، انه الجسم من خلال الجول بلادر تفرز البايل اسيدز. هدول البايل اسيدز بيمسكوا الدواء من بعد ما صار له ميتابوليزم باي فيس 2 دراج، فيس 2 دراج ميتابولايزنج انزيمز، فراح يسحب الدواء مرة ثانية للجي اي تراكت، فبالتالي الدواء راح يطلع من خلال الفيسز. الآن بدنا نحكي عن أمثلة، عن examples of phase 1 و phase 2. هلا في عنا كثير من الإنزيمات، لكن إحنا راح نركز على الموست كومون drug metabolizing enzymes. في phase 1، أشهر الإنزيمات وهم الأكثر بيلعبوا دور أكثر في عملية metabolism of the drugs، هم cytochrome B450. cytochrome B450s هم هدول phase 1 drug metabolizing enzymes. معظم الأدوية اللي موجودة في الصيدلية، هاي الأدوية موجودة في الصيدلية بصيرها metabolism من خلال cytochrome B450s اللي هم drug metabolizing أتوقع الصوت كان رايح ولا الصوت رجع. فكنت أنا عم بحكي عن الإنزيمات اللي بتسوي ميتابوليزم للأدوية. حكينا بنقسمهم بشكل أساسي إلى phase 1 drug metabolizing enzymes and phase 2 drug metabolizing enzymes. phase 1 أشهر الإنزيمات ب phase 1 هم السيتوكروم B450s. سيتوكروم B450s، ف C1 نسبة إلى السيتوكروم B450s، هدول هم phase 1 drug metabolizing enzymes. بشكل أساسي بيسووا oxidation. oxidation معنى oxidation يعني بيزودوا أكسجين أتوم. oxidation أوكي.
إيش بيسودوا أكسجين أتوم على الدواء. ممكن يزودوا كمان الهيدروكسيل، لأن الهيدروكسيل هي عبارة عن O O H، فلما بيزودوا الأكسجين على الدواء بيصير الدواء عنده القدرة إنه يكون الهيدروجين بوند، فبالتالي بتزيد ذائبية الدواء في الماء. هلا يمكن حد يخطر في باله من وين اجت ال 450. ال 450 هاي اجت بس انتم مش مطالبين فيها بالامتحان، لانه هاي هدول الانزيمات هم السيتوكروم بي 450 لما يصير لهم اختزال ويرتب ويصير لهم اكسده عفوا ويرتبطوا بالحديد، اوكي ارتبطوا في الحديد رح يعطونا بيك، هذا البيك على اليو في لايت، اليو في في طول موجه عباره عن 450. فوجدوا انه هاي الانزيمات هم سايتوكروم بي 450 انهم بيعطوا بيك باستخدام الالترا فايولت ديتكتور ماشين. فامتى؟ لما بيرتبط بالحديد ومن ثم بيرتبط في الاكسجين، يعني هذا الكومباوند اللي هو ارتباط السيتوكروم في اللي هو اصلا فيه حديد، ما الحديد تبعه يرتبط في الاكسجين فبيعطيني بيك ات 450. فعشان هيك هذا اجت انه بيعطي بيك ات 450 لما في طول موجه 450 لما الحديد اللي موجود في السيتوكروم بيرتبط بالأكسجين. تمام. هل هدول هم مسؤولين عن الميتابوليزم لمعظم الأدوية يلي موجودة في الصيدلية؟ لما تشوفوا سي أي إنزيم ببلش بي سي واي بي، ما هو السيتوكروم. هدول سي واي بي هدول سوبر فاميلي، يعني عائلة كبيرة تحتوي على الأقل حد الآن حسب معلوماتي إلى 57 آيزوفورم، 57 آيزوفورم، يعني في من هاي العائلة الكبيرة من السيتوكرومز في عندي 57 إنزيم من السيتوكرومز في هاي العائلة السيتوكرومز. هدول ال 57 عادة عشان نميزهم عن بعض بنعطيهم زي أرقام، مثلا سي واي بي 1، هاي 1 أوكي، 1 يعني هاي مثل عائلة، نحكي لها CYB سوبر فاميلي، فبنحكي عن فاميلي 1 السب فاميلي A وهذا هو الإنزيم. مثلا بنحكي CYB 2C9 هذا كمان من هذا السيتوكروم من العائلة سيتوكروم 2 من السب فاميلي 2 فهو الايزوفورم 9. فكل هذا الرقم اللي بيجي علشان نميز ال 57 ايزوفورمز اوف ذا سيتوكروم بي 450. يعني سي واي بي يعني هو عباره عن سيتوكروم، وهاي الارقام بتدل على السب فاميلي والسب فاميلي وبتدل على الايزوفورم. ومثلا هلا سي واي بي في عندي سي واي بي 2C19. شو معناته؟ هلا خلينا نقارن بشكل بسيط هدول التو انزيمز مع هذا الانزيم، هذا CYB1A1، هذا CYB2C19. شو معناته؟ اول شيء بخطر في بالنا انه هدول الانزيمين CYB2C9 وCYB2C19 بيشبهوا بعض، لأن الإنزيمات عبارة عن أمينو أسيدز، فالأمينو أسيدز السيكونس أوف أمينو أسيدز اللي موجودة في CYB2C9 وCYB2C19 بتشبه بعض كتير، التشابه بيناتهم أقرب من التشابه بينه بين مثلا CYB2C9 وCYB1A1. في المقابل مثلا في كمان في عندنا CYB1A2 هذا ايزو فورم او ايزو انزيم، هذا معناته انه 1A بيشبه كتير ال 1A، اثنين بيشبهوا بعض لكن في فروقات بسيطه بيناتهم،
في السيكونس تبعت الامينو اسيد، لانه هذا انزيم والانزيم عباره عن بروتين والبروتين فيه امينو اسيد، ففي فروقات بيناتهم بسيطه. لكن التشابه بين CYB1A2 و1A1 تشابه بيناتهم كثير اكثر من التشابه بين مثلا CYB1A وCYB2C9. حتى انه بسبب التشابه مثلا CYB1A1 CYB1A2 بنلاحظ انهم ممكن يسووا هذول الاثنين يسووا ميتابوليزم لنفس الدواء. فكل ما كان في تشابه بين السيتوكرومز نلاقي احتماليه انهم ممكن يكونوا نفس يعني اكثر من CYB. لما بيكونوا بيشبهوا بعض، كيف بنعرف بيشبهوا بعض؟ الارقام تشبه بعض اللي بتيجي بعد CYB، CYB1A وCYB1A1A1A2. فبنلاحظ انه ممكن مثلا يسوي ميتابوليزم مثلا للكافيين. هذول الاثنين الكافيين هاي ماده موجوده في السنترال نيرفس سيستم ستيمولانت، موجوده في القهوه، الشاي، في الكولا. فهاي في عندنا تو انزيمز بيشبهوا بعض بيسووا ميتابوليزم لنفس الدواء. نفس الشيء بنلاحظ مثلا CYB2C9 وCYB2C19، بنلاحظ انه بعض الادويه مثلا نفس الدواء زي ادويه الصرع مثلا والادويه النفسيه بيصير لها ميتابوليزم من سيتوكروم، من اكثر من سيتوكروم اللي بيشبهوا بعض، سيتوكروم 2C9 سيتوكروم 2C19. هذا أنا دخلتش بشوية تفاصيل. فيك أشهر واحد فيهم CYB، CYB أشهر واحد فيهم CYB 3A4. هذا أشهر واحد فيهم. ليش؟ لأنه هذا CYB 3A4 هذا مسؤول عن الميتابوليزم ل 33% 33% من التوتال بريسكرايبد دراجز ان ذا فارماسي. يعني اذا انا دخلت على الصيدليه لو اخذت بشكل عشوائي ثلاث ادويه، شو معنى 33%؟ يعني ثلث الادويه. يعني اذا انا دخلت على الصيدليه ثلث الادويه الموجوده في الصيدليه بيصير لها ميتابوليزم من خلال السيتوكروم 3A4. ثلث الادويه، يعني اذا انا دخلت على الصيدليه واخترت ثلاث ادويه بشكل عشوائي، واحد منهم على الأقل راح يكون بيصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم 3A4. فهذا يعني فهذا الايزو انزيم او الانزيم اتس فيري امبورتنت سيتوكروم 3A4، لانه راح يتكرر معنا كثير. وكثير من الادويه الموجوده في الصيدليه 33% من الادويه بيصير لها ميتابوليزم من خلال السيتوكروم 3A4. هذا بالنسبه لفيز 1. بالنسبه لفيز 2 حكينا احنا فيز 2 بتسوي جلوكورونيديشن، يعني هدول السيتوكرومز بشكل اساسي معظمهم او ايش المشترك بيناتهم انهم بيسووا اوكسيديشن اوف ذا دراج، يعني بيزيدوا الاكسجين اتوم على الدواء، سواء اكسجين اتوم لحاله او على شكل هيدروكسيل جروب. فهم بيزودوا فانكشنال جروب زي ما حكينا بفيز 1 انه فيز 1 دراج ميتابولايزنج انزيمز، انهم بيزودوا فانكشنال جروب، وهاي الفانكشنال جروب بتزود البولاريتي وبتزود ذائبيه الدواء في الماء. فيز 2 من اشهر الامثله على فيز 2 دراج ميتابولايزنج انزيمز اللي راح يتكرر معنا، وفي عندي اكثر من انزيم لكن انا بدي اركز على اللي راح يتكرر معنا. اشهر واحد هو بسموه UGT اللي هو اختصار U اختصار ل UDB، J اختصار أو G اختصار ل glucuronosyl T transferase. UGT انزيم هو اختصار UDB glucuronosyl T transferase انزيم. هذا الانزيم من اسمه UDB يعني بيحتاج ل ال UTP ك عفوا فبحتاج هو UDP بحتاج هو الطاقة اللي بتيجي على شكل ال UDP، يعني أوكي بحتاج الطاقة توقع ال UDP أو توقع هو الكوفاكتور راحت عن بالي ال UDP. glucuronosyl transferase
ترانسفيريز، من اجت جلوكورونيسيل ترانسفيريز، يعني هذا الانزيم بسوي جلوكورونيديشن بتوين ذا دراج، هذا الدراج مع مركب ثاني اسمه جلوكورونيك اسيد، جلوكورونيك اسيد اوكي، هذا اسمه جلوكورونيك اسيد. جلوكورونيك اسيد هذا عباره عن كومباوند هايلي بولر هايلي ووتر سوليبل. فاليو دي بي جلوكورونيسيل ترانسفيريز انزيم هذا هو عباره عن فيز 2، فيز 2 دراج ميتابولايزنج انزيم اوكي. هذا شو بيسوي؟ هذا بيسوي كونجوجيشن، هي عبارة عن رابطة تساهمية كوفالنت بوند بين الجلوكورونيك أسيد اللي هو هايلي بولر مع الدواء اللي هو لايبوفيليك، فبالتالي الأوفر أول لايبوفيليسيتي أوف ذا دراج بعد الكونجوجيشن بتوين ذا دراج أند الجلوكورونيك أسيد بتكون بتزيد البولاريتي تبعت الدواء من بعد الكونجوجيشن وذ ذا جلوكورونيك أسيد. فهذا هو يو دي بي جلوكورونيك أو UDP glucuronosyl transferase انزيم، هذا من أشهر الـ الإنزيمات تبع phase 2 drug metabolizing enzymes. وبتحكي إنه هدول الـ UDP glucuronosyl transferase enzymes مسؤولين عن ميتابوليزم حوالي عن 15% من الأدوية الموجودة في الصيدلية. يعني إحنا في رحنا الصيدلية لو أخذت 10 أدوية على الأقل، من واحد إلى اثنين منهم، واحد من اثنين من عشر أدوية هدول بصير لهم ميتابوليزم من خلال الـ UDP glucuronosyl transferase enzyme. فهدول هم أشهر الإنزيمات، هذا أشهر أشهر الإنزيمات على فيز 2، وهذا السيتوكرومز هم أشهر الإنزيمات بفيز 1. إحنا ليش لازم نحكي هذا الكلام أو لازم نتعمق فيه؟ لأنه عملية الميتابوليزم it can be affected by certain factors، عملية الميتابوليزم of the drugs can be affected by certain factors. فهدول الإنزيمات اللي موجودين في الكبد تبعنا they are proteins، دول proteins and these proteins زي ما حكينا عددهم ثابت ومحدد في الليفر. هدول هم مثلا نحكي عن سايتوكرومز CYP3A4، هدول البروتينات عددهم ثابت، لكن هدول ممكن كالتالي ممكن يصير لهم انهيبيشن، لانهم بروتينات ممكن يصير لهم انهيبيشن وممكن يصير لهم اندكشن. اندكشن يعني زياده عددهم، يعني مثلا واحد مثال بسيط ومختصر بيكون في الكبد تبعته ثلاثه، نسوي له اندكشن فيصير في عنده بدل 3 يصير في عنده 5. لما يصير اندكشن معناته بزيد الدراج ميتابولايزنج انزيمز، معناته عمليه الميتابوليزم للدراج بتزيد. فبدنا نحكي عن ثلاث اشياء بتهمنا ليش احنا بدنا نعرف هذول الانزيمات، لانه ذيس انزيمز ار بروتينز اند ذيس بروتين كان بي انهيبيتد، كان بي انهيبيتد inhibited، يعني مصير في عامل ممكن حشوف اللي inhibited ممكن يمنعهم، وممكن they can be induced، induced يعني يزيد عددهم، induced induced ضبطت معي بالكتابة. و also من نشوف الجينيتك فاكتور، الجينيتك فاكتور، الجينيتك فاكتور في الدراج ميتابولايزنج انزيم. فبدنا نحكي عن هدول الثلاث نقاط باختصار. These enzymes can be inhibited، شو معنى كان inhibited؟ مثلا انا عندي دواء A، هذا الدواء A بيصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم 3A4، هو اكتف، فمن خلال هدول السيتوكروم 3A4 راح يتحول لل inactive، يتحول لل inactive form، لل inactive form اوكي. ممكن اخذ انا دراج بي، هذا دراج بي هو عباره عن ايش؟ عباره عن inhibitor للسيتوكروم 3A4، عباره عن inhibitor، فبيسوي له inhibition. لما بيسوي inhibition للسيتوكروم 3A4 هذا الدواء بي، شو راح يصير للميتابوليزم في الدراج A؟ الميتابوليزم في الدراج A will be inhibited will be reduced، معناته الدواء A
ما رح يتحول للإنأكتف فور، رح يضل في الدم إن ذا أكتف فور. هلأ المريض شو رح يسوي بعد 6 ساعات أو بعد 8 ساعات حسب شو حكى للصيدلاني؟ حكى للصيدلاني خذ الدواء بعد 6 ساعات أو خذ الدواء بعد 8 ساعات. هلأ الحبة الأولانية ما صلها ميتابوليزم، يعني ضلت زي ما هي داخل الجسم in the active form. فلما بياخذ الحبة الثانية، الحبة الأولانية ما طلعت برا الجسم يعني ما صلها ميتابوليزم، فالحبة الثانية كمان بتكون active، فالحبة الأولانية لسه ما طلعت برا الجسم وهي active، والحبة الثانية كمان active، فرح يصير معناته إنه رح يصير في إنه accumulation of the drug in the active form، وهذا ممكن يسوي toxicity عند المريض. تمام؟ فهاي هي خطورة إنه أنا أخذ دواء تاني، هذا الدواء التاني ممكن يسوي inhibition للميتابوليزم of the drug الأولاني هو إيه؟ الدواء التاني لأنه بيسوي inhibition للميتابوليزم of the drug إيه؟ So drug B inhibits the inactivation and inhibits the elimination of drug A. معناته drug A رح يضل في جسمي لفترات أطول وبتركيز أكثر، لأنه أنا كمريض باخد الحبة الثانية بعد 6 ساعات، فمعناته الدواء رح يتراكم بجسمي in the active form، وبما أنه elimination تبعه عم بقل معناته الدواء رح يضل في جسمي لفترات أطول، وهذا قد تؤدي إلى سمية جسمي من الدواء إيه. فهذا نوع كمان، هذا أحد الميكانيزمز of drug-drug interaction. شو معنى drug-drug interaction؟ إن أنا بأخذ drug B، هذا drug B بمنع بيأثر على response of the drug A. drug B كيف أثر على response of the drug A؟ إنه منع أو سوى inhibition للإنزيم، هو في حالتنا cytochrome 3A4 يلي بيسوي metabolism لا drug A. هلأ في عندي كتير أمثلة على الـ inhibitors of the cytochromes. من أشهر الـ inhibitors the cytochromes غير الأدوية، في عندي أدوية مثلا زي الانتيفانجل دراجز اللي هم الأزول دراجز انتيفانجل، يعني انتيفانجل هدول مصيبة. في مرة أنا أحكي لكم عن تجربتي في الصيدلية، أنا كنت بداهم في الصيدلية، فكانت تيجيني بشكل مستمر امرأة كانت تأخذ من عندي دواء، هذا الدواء نفسي أو ضد، خلينا نحكي مش نفسي، ضد الاكتئاب أحسن، إحنا بالمصطلحات العربية واسعة، دواء للاكتئاب اسمه سيرترالين. هذا الدواء كان يرفع السيروتونين هو هرمون السعادة حسب ما يقال، كان يرفع السيروتونين اوكي بلا 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 في الدماغ، كان يرفع السيروتونين في الدماغ، فكانت امورها تمام. هاي الامراه كانت مكتئبه فكانت تاخذ السيرترالين، فكان السيروتونين كان يرفع فكان السيروتونين كان يرتفع باستخدام دواء السيرترالين. هذا السيروتونين بيصير له ميتابوليزم من خلال السي واي بي، من خلال السيتوكروم سي واي بي 3A4، وكمان بيصير له كمان 3A4 من خلال another cytochromes CYB 2C19. اوكي فبطلع برا الجسم، فهذا السيرترالين بيكون active بيرفع السيروتونين، بيصير له ميتابوليزم بتحول للإنأكتف فبطلع برا الجسم. المريضة كانت تاخد حبتين باليوم، يعني حبة كل 12 ساعة، حبة الصبح وحبة المساء. تمام. فجأة اجتنا المريضة كانت عم تشتكي، فجأة دخلتنا على الصيدلية كانت مش عارفة عم تحكي ما عم تحكي، وجهها محمر، كان عندها تشنج في العضل مش عارفة تحكي، وجهها محمر، حرارتها مرتفعة. هاي اللي صار عندي المريضة، فجأة دخلت لعندي أنا مش عارف شو مالها، فأعطتني ليفلت يعني لدواء تاني أخذته حديثا. هذا الليفلت لما قرأته
كل القطع. فمرة ثانية المريضة كانت تاخذ دواء اسمه السيرترالين، هذا السيرترالين كان يرفع السيروتونين في الدماغ، عشان هيك كان يصير في عندها الإفكت ضد الاكتئاب. هذا السيرترالين كان يصير له ميتابوليزمز من خلال السيتوكرومز، يتحول من الاكتيف للان اكتيف فورم. المريضه مره دخلت عندي على الصيدليه، فكانت بتشتكي من اعراض اسمها سيروتونين سيندروم، هي ارتفاع في شخص النت اليوم ما في قص. فكانت بتشتكي من السيروتونين سيندروم، فعطتني الليفلت. فالليفلت كان في دواء اسمه فلوكونازول، هذا فلوكونازول كان اخذ الدواء ثاني، فهي كانت تاخذ دواء A هو السيرترالين، اخذ الدواء ثاني هو فلوكونازول، هذا انتي فانجل. كان في عندها مشاكل بالفطريات في قدمها، اخذت الفلوكانازول. هذا الفلوكانازول انتي فانجل دراج، هو عباره عن انهبيتور للسايتوكرومز. فشو صار عندها؟ اخذت الفلوكانازول، هذا الفلوكانازول عباره عن انهبيتور للسايتوكرومز، فتركيز السيرترالين في ان ذا اكتيف فورم في الدم تبعها كان مرتفع. ولما هي كانت تاخذ الحبه الثانيه، الحبه الاولانيه لسه ما طلعت، فارتفع عندها السيرترالين الدواء تبع الاكتئاب في الدم تبعها بنسبه عاليه، وهذا ادى الى انه يرتفع نسبه السيروتونين في السنترال نيرفس سيستم تبعها بكميه عاليه، وهذا ادى الى شيء اسمه السيروتونين سيندروم. فانا كنت كواجبي تواصلت مع الطبيب، فحكيت له طبيب الجلديه اللي اعطاها الانتي فانجل، فحكيت لها انها توقف عن الفلوكانازول، وايضا تتوقف عن السيرترالين لمده يومين ثلاثه، لحتى لما يطلع السيرترالين من جسمها وتبدا مره ثانيه من اول جديد تاخذ السيرترالين. فهذا هو مثال على دراج دراج انتر اكشن، كيف انه دواء بياثر على الميتابوليزم اوف انذر دراج. في عندنا كمان في شيء عندنا فود دراج انتر اكشن. فود دراج يعني في بعض الأغذية، الأشياء إحنا بناكلها بتسوي ممكن تأثر على الـ response of the drugs. من الأدوية، من الغذاء اللي ممكن يأثر على الـ response of the drugs، عصير الجريب فروت. هذا عصير الجريب فروت يعتبر inhibitor للسايتوكرومز. فمرة تانية، واحد شرب عصير الجريب فروت وباخد أدوية، هاي الأدوية بصيرها ميتابوليزم من خلال السايتوكروم 3A4. على فكرة في معلومة حاب أحكي لكم إياها، إنه بالمستشفيات بالأكل تبعهم اللي بيقدموه للمرضى مستحيل تلاقوا الجريب فود، عصير جريب فود من ضمن القائمة يلي بعطوها للمرضى، سواء كعصير سواء كفواكه، لأنهم بيعرفوا إنه الجريب فود إله دراج فود إنتر أكشن وبيأثر على استجابة الدواء الأدوية الأخرى. فالجريب فود كالتالي، كيف بيأثر على استجابة الدواء للأدوية الأخرى؟ إنه بيسوي إنهيبيشن ده السايتوكرومز، فبالتالي الأدوية ما رح يقل الميتابوليزم تبعها، فرح يرتفع تركيزها بالأكتيف فورم، وهذا قد تؤدي إلى سمية الدواء. ننتقل هلأ، حكينا عن الانهيبيشن، طب كيف نحلها؟ إذا أنا مضطر مثلا أعطي للمريض دوايين، هذول الدوايين دواء B ودواء A، لكن دواء B بيمنع الميتابوليزم للدواء A، كيف أنا ممكن إني أحل هالمشكلة؟ في أحيان مضطر، أنا مثلاً بضطر أعطي للمريض دوايين، هدول الدوايين بعرف إنه أنا دواء بقلل الميتابوليزم للدواء الثاني. طب شو الحل؟ الحل أروح للدواء الثاني اللي صار له هون، اللي صار له إنهبيشن للميتابوليزم تبعه، بدل ما أعطي بجرعات عالية. شو احنا حكينا؟ المشكلة انه هذا الدواء بي لما بيمنع الميتابوليزم اوف ذا دراج اي، دراج اي رح يرتفع تركيزه. فشو بحكي لكم انه انا بحل هاي المشكلة، اني اقلل جرعة الدواء يلي بيصير له هو، بحكي عن فعل مبني للمجهول، يلي بيصير له هو انهبيشن للميتابوليزم تبعه. يعني مثلا الانتي فانجل مع دراج اي،
دراج ايه الانتي فانجل بيمنع الميتابوليزم او بيقلل الميتابوليزم من خلال انه بيسوي انهيبيشن للسيتوكرومز فبيقلل من الميتابوليزم اوف ذا دراج ايه. طب شو الحل؟ الحل اني اقلل جرعه دراج ايه. طيب ننتقل للنقطه الثانيه هي الاندكشن انه انا باخذ دواء او باخذ كيميكال كومباوند وات ايفر. هاي الليفر تبعتي افرض ان فيها 3 سايتوكروم 3A4. بعد ما اخذت هذا الدواء بدل ما صار 3، ايش معنى اندكشن؟ يعني انه انا اخذت كيميكال كومباوند سواء كان دواء او غير دواء، هذا راح على الليفر وزود من كميه الدراج ميتابولايزنج انزيمز. يعني قبل ما اخذ هذا الكيميكال كومباوند كانت الليفر تبعتي، الكبد تبعتي هاي الليفر فيها 3 سايتوكروم بي 450s. بعد ما اخذت الدواء او الكيميكال كومباوند او اكلت اكله، هاي رفعت من كميه الدراج ميتابولايزنج انزيمز. فتخيلوا انه رحت اخذت انا دواء ثاني بي، هذا الدواء بي بيصير له ميتابوليزم من خلال سايتوكروم بي 450. يعني هذا الدواء بي بيصير له ميتابوليزم من خلال سايتوكروم بي 450 فبتحول للان اكتيف فورم تمام. رحت انا اخذت دواء ثاني. هلا ادويه الصرع الانتي ايبليبتيك دراجز معروفه انها بتسوي اندكشن اوف ذا سايتوكروم بي 450، بتسوي اندكشن. يعني واحد اخذ دواء الصرع، فهل ادويه الصرع بترفع من كميه السايتوكروم يلي موجوده في الليفر. طب اذا المريض اخذ دواء ثاني في نفس الوقت اللي بياخذ فيه ادويه الصرع يلي بترفع من كميه السايتوكروم بي 450، الدواء الثاني هذا اللي بيصير له ميتابوليزم، شو معناته؟ معناته لما بتزيد كميه السايتوكرومز يعني الميتابوليزم للدواء الثاني زاد، معناته الريت معدل الانكتيفيشن اوف الدواء الثاني، معدل الانكتيفيشن زاد. يعني الدواء كان بالوضع الطبيعي قبل ما ياخذ المريض الانتي ايبليبتيك دراجز، كان الدواء معدل الانكتيفيشن تبعه مثلا نحكي 8 ساعات. يعني بعد 8 ساعات الدواء بتحول من الاكتيف للانكتيف، فبضطر المريض ياخذ حبه جديده بعد 8 ساعات. لكن لما المريض اخذ السايتوكرومز او دراج ميتابولايزنج انزيم انديوسرز زي المثال حكيت لكم اياه، الانتي ايبليبتيك دراج دواء للصرع، الليفر تبعته صارت تصنع السايتوكرومز بكميات عاليه. يعني الانكتيفيشن ريت اوف ذا دراج بي اللي هو بيصير له ميتابوليزمز من خلال السايتوكروم زاد الانكتيفيشن ريت، معناته بدال ما كان يصير له انكتيفيشن within 8 hours الريت اوف انكتيفيشن صار سريع، فراح يصير له الريت اوف انكتيفيشن لانه سريع راح يصير له انكتيفيشن within 2 hours او 3 hours. يعني دواء بي صار يصير له انكتيفيشن بشكل سريع، فمعناته خلال 2-3 ساعات بفتره زمنيه اقصر صار يتحول للانكتيف فورم وصار يطلع برا الجسم. لكن هذا بسبب وجود الانزيم انديوسر، فهي مشكله. يعني انه هذا الانزيم انديوسر زي الانتي ايبليبتيك دراجز بتقلل من فعاليه الادويه. ليش؟ لانها بتزود من الانكتيفيشن ريت، يعني بتسرع من عمليه تحول الدواء من الاكتيف للانكتيف فورم. فالانزيم انديوسرز زي الانتي ايبليبتيك دراجز معروف عنها انها بتقلل من فعاليه الادويه الاخرى. طب انا كيف احل المشكله؟ بحكي لكم الدواء بي اللي بيصير له ميتابوليزمز باي سايتوكروم بي 450s، لانه الميتابوليزم ريت تبعته عاليه معناته تركيزه بالاكتيف فورم راح يكون قليل، وهذا السبب انه ليش الدواء بي احنا ما بنستجيب عليه لما ناخذ الانتي ايبليبتيك دراجز هم الانزيم انديوسرز. بحكي لكم بهاي الحاله كيف انا بحلها اني بزود من تركيز الدراج بي، يعني عكس الحاله الاولى، بزود من تركيز الدراج بي بحيث انه الانزيم انديوسرز سوى اندكشن فسرع الريت اوف انكتيفيشن اوف ذات دراج بي، فتركيزه قل، فانا على طول بعطي كميه اكثر. هاي الكميه الاكثر بتعوض عن الكميه اللي صار لها انكتيفيشن
بسبب ارتفاع السيتوكروم بي 450 بسبب ان انا اعطيت للمريض او سبب ان المريض اخذ دواء ثاني هو انزيم انديوسر. فهي هي لما يكون مثلا هون اختصار لما انا يكون انا باخذ دوايين، دواء A هو انهيبيتور للسيتوكرومز، فكيف احل المشكله لدراج بي؟ بحكي لكم انه بقلل من جرعه دراج بي، لكن لما يكون الدراج A هو انديوسر للسيتوكرومز فبهي الحاله لا انا بزود من جرعه دراج بي. اخر شغله بدي احكي عنها الجينيتك فاكتور. الجينيتك فاكتور الجينيتك فاكتور انه كالتالي، انه لاحظوا انه في اختلاف بالاستجابة الدوائية بين الناس. انا مثلا اخذت دواء، اوكي نحكي على ثلاث اشخاص، شخص ثاني، هذا شخص ثالث، الثلاثة هدول أخذوا نفس الدواء، نفس الجرعة تبعته، نفس الدواء وبنفس الجرعة وبنفس الفريكوانسي، 500 ميلي جرام من الدواء، دواء معين 500 ميلي جرام من دواء معين، ثلاث مرات في اليوم، يعني كل 8 ساعات ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في اليوم كل 8 ساعات. هذا الدواء هنا نحكي عنه كل واحد فيها أخذه ثلاثة. هذا المريض no response، ما استجاب للدواء. هذا المريض استجاب للدواء بس ما كان عنده side effects، في عنده response لكن no side effects، يعني ما في عنده مضاعفات، no side effect، ما في مضاعفات. المريض الثالث هذا المريض الثالث صحيح انه استجاب لكن كان في عنده مضاعفات سايد افكتس، كان في عنده سايد افكت. ففي عندنا ديفرنت ريسبونسز لنفس الدواء اللي اخذته بنفس الجرعه بنفس الفريكوانسي. هذا المريض ما استجاب، هذا المريض الثاني استجاب بس ما في مضاعفات، المريض الثالث اللي اخذ نفس جرعه الدواء اللي اخذها المريض الثاني استجاب لكن طلعت عليه مضاعفات. بحكي لكم في عدة أسباب، في ممكن السبب الجيني، جينيتك فاكتور. جينيتك فاكتور شو معنى الجينيتك فاكتور؟ إنه هذا ربما الجينيتك فاكتور هذا الشخص اللي النص في عنده الجين تبع السيتوكروم، السيتوكروم مثلا 3A4 هو drug metabolizing enzyme 3A4، هذا الجين تبعه ما في اي خلل، فالسيتوكروم 3A4 بيشتغل بشكل عادي، اللي هي الشيء اللي احنا بيشتغل في الميتابوليزم للدواء عادي، عشان هيك الدواء بيعطي ريسبونس وما في عندي سايد افكت. المريض الاولاني في عنده مشكله بالجينات تبعته بحيث انه كميه السيتوكروم 3A4 عنده اياها عاليه في الليفر تبعته، وهذا بسبب بكون سبب جيني مثلا سبب جيني، سبب جيني خلى انه سيتوكروم 3A4 عنده عاليه. فلما باخذ هاي الجرعه 500 ملي جرام الميتابوليزم عنده عالي جدا لدرجه انه كميه الدواء بالاكتيف فورم بتكون قليله. ليش قليله؟ لانه الان اكتيفيشن ريت عالي، فاول ما بياخذ الدواء بيروح على الليفر بتكسر بتحول للان اكتيف فورم بسبب انه كميه سيتوكروم 3A4 بسبب عنده مشكله جينيه، فخلت الميتابوليزم عنده عالي، فخلت انه مش ما عم بيستجيب للدواء. فهذا ممكن يصير بسبب جيني. المريض الثالث عنده خلل جيني ايضا في الجين تبع سيتوكروم 3A4 خلى انه سيتوكروم 3A4 ما عم بيشتغل بشكل كويس، يعني بدل ما بيشتغل بيكون شكله هيك وبيشتغل يعني بشكل عادي، في عنده خلل جيني فعم بيشتغل نص شغل، نص شغل او ربع شغل. مش بيشتغل نص شغل معناته انه الميتابوليزم للدواء لهذا الدواء قليل،
اوكي، معناته انه الدواء بعد 8 ساعات معظمه ما طلع، معظمه ما تحول للان اكتف فورم، معظمه ضله بالاكتف فورم، فبعد 8 ساعات اخذ حبه ثانيه، وبعد 8 ساعات اخذ حبه ثالثه، وهو لسه الحبه الاولانيه والحبه الثانيه لسه ما طلعوا من جسمه، فتراكم الدواء في جسمه. صحيح الريسبونس طلع عنده، لكن السايد افكتس كمان طلعت عنده. عاده السايد افكتس تطلع على المريض عاده لما بيكون تركيز الدواء بالاكتف فورم متجمع عنده بشكل اكثر. هذا ليش؟ هذا بسبب انه هذا خلل جيني عنده، خلى انه الميتابوليزم اوف ذا دراجز بطيء، لانه السايتوكرومز ما عم بيشتغلوا بشكل منيح، فهذا معناته الان اكتيفيشن للادويه بطيء، معناته انه الدواء بالاكتيف فورم عم بتراكم عند المريض، وبعطي ريسبونس، لكن بنفس الوقت بعطي سايد افكتس. انا هيك بكون تقريبا خلصت الدراج ميتابوليزم، حكيت عنهم. في ان شاء الله في المحاضره الجايه اللي حتكون بكره ان شاء الله راح احكي عن ال عن ان شاء الله المحاضره الجايه سواء بكره بعد بكره راح احكي عن ان شاء الله عن الدراج سيكريشن.